الوفاه المرحوم عثمان. الكارثه اللي وقعت لينا دابا راه ماشي اسباب زعما ديال الانتقام ولا غير، هو كانوا كيشربوا الخمر مجموعه، واحد السيده مسكينه هي مطلقه كتشرب مع السيد كيصرف عليها، جابوهم هجم عليه، اللي طلق ليه بنتي ضربوهم هربوهم، جاوا بناتو، ملي جاوا بناتو اسيدي ملي جاوا بناتو ضربوه هو، هي جات للدار هنايا جابوا بناتها، وهاد السيد المسكين اللي مات شير عليها بكاس، هي ما تقبلتش هذيك الفكره ديال الكاس، هي راه بغات تشير عليه به، فهمت انا انت ضربته وخشيته ليه، السيد طاح ميت في بلاصه، عيطنا على البوليس جاو بقى ما داروش البحث ديالهم، المهم السيد راه مات مسكين بقى فينا حنايا. هاد السيدة هادي الله يهداها ويهداها، عندها ربعة الوليدات مسكينة تاهي، شو كيفاش وقع المشاكل بسيطة، على الخمر هو اللي مأدي هاد المشاكل كامل، وتا هو مستغل ديك الظروف ديالها، داكشي علاش كيمارس معايا الجنس، مستغل الظروف ديالها، بسبب الظروف ديالها علاش كيشرب الخمر هي وياك. دابا حنا هاد السيدة دابا اللي مات مسكين الله يرحمه ويوسع عليه، ما عندنا ما غنديرو، والسلام عليكم. يعني طبيعة يعني الصداقة اللي بيناتهم مثلا. دابا هي السيدة مطلقة ماشي مجوجة، مطلقة، والسيدة مستغلة ديك القضية ديال أنها مطلقة كيشرب معاها الخمر وكيمارس معاها الزينة، وبا عيا ما يوقرها مسكين، كيقول لها كينهي بعد لي من بنته وما باغيش، هادشي هو اللي كاين. شنو وقعت الجريمة فيها؟ دابا الساعة شحال تكون دابا الساعة؟ دابا الوحدة ونص، يعني الجريمة ترتكبت بين ساعة ديال الساعة، ساعة عيطوا الناس كنسمعوا الغوات، أنا كنسمع الغوات، جاو شكون السيد مات، كنشوفو كندخلو كنلقاو الدم خرخر بنادم ميت، كنعيطوا للسلطات كيجيو يحضروا في البلاصة، ولكن حنا ما هو راه ما قاتل ما والو، غير هو السبب ديال الظروف ديال القتل. اللي مخلى ان السيده شاربه الخمر وارتكبت جريمه، والله يديم خلقات، هادشي اللي غنقول. عندك شي حاجه ما تضيفها لينا نقول سيدي، شنو هو باش تسولنا عاوتاني؟ واخا سمعنا باللي الاب ديالها هو اللي دخل ونهاها حيت شافها كت فعلا هاد الهضره كاينه، هاد الهضره با نهاها، ولكن هو ضربو، استغل الضعف ديالو وضربو، وجاو بناتو كيحاميو عليه. دخلتي انت شفتي ديك الواقعه يعني بعينيك، شفتي الدم داكشي مضروب اخويا، الله يسترنا ويسترك، تحت هنا خشيه لي، هنا خارجه لي من لسانه، خشي لي كاس، ماشي السبب عشنا كانت مربسه ليه، لا ما كانتش مربسه ليه لا والو، غير هي مسكينه من الخلل ما عاقراش، شاربه مع الخمر ما عاقلاش، كتسحب راسها ضرباتو والسيد راه طاح وخرجت مشات كتسحب راسها، يا ضربات الوجه ولا شي حاجه. واخا دابا شدوها ولا مازال؟ ولا ما نكذبش عليك، انا الساعه باقا ما جاتناش اخا شي خبر ولا شي حاجه، ولكن هو راه هو اصل من الدار، دابا هي كاري عندو مسكينه كاري لا فابور ومولات، هي هو من الدار مسكين. واخا هاد السيد دابا اللي لقاو ليه القبض يعني شنو لقاو؟ اللي لقاو دابا هو من الدار، قتلاتو اللي كاري عندو، مراه رجاله. خويا تكلمنا شويه على هذه الواقعه اللي وقعت عندكم الان في الدرب. هذه الواقعه خويا حنايا كنا ناعسين، تسمعنا مع ديك الوحده اللارو، تنتاسفوا على هذا الخبر الشنيع ديال هذه الجريمه. شنو السبب يعني المشكل يعني حتى وقعت هذه الجريمه؟ ما عرفناش المشكل حتى الان باقي مجهول. حنا كنا ناسين تسمعنا الغوات، طلينا لقينا البوليس ولقينا لومبيلونس، الزول المرحوم داو، هادشي اللي وقع واللي عارفين. هاد المرحوم هذا شنو وقع ليه؟ كيفاش مات يعني؟ اشنو سمعتوا نتوما يعني الجيران شنو كيداولوا؟ الجيران دابا كل واحد كيقول هضره، وهو دابا دما السر ديالو، السر دابا اللي كاين هو دما المرحوم، وكاين هاد السيده الاخرى اللي كيقولوا قتلاتو. يعني
يعني ساكن بوحدو هنا، وشو طبيعه العمل اللي كتجمعوا مع الضحيه؟ انا يعني وكاري لا واحد البيت، هو عنده واحد السكنه في السفلي وكاري للسيده، هذه السيده اللي وقع معها المشكل، هادشي اللي كنعرف انا اخو. واخا من بين يعني المشاكل اللي كيوقع فيهم مثلا الدرب هذا عندكم، عمركم يعني شهدتوا شي جريمه بحال هذه؟ لا عمرنا ما شفنا شي جريمه تقاتل بحال هكا، كيوقعوا مشاكل خفاف صغار ولكن بحال هادشي ما كاينش، اول مره كنستنكروا لهاد العمل هذا. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.